رجل الأعمال التركي سليمان يشار الذي يعمل على توزيع المساعدات للسوريين المقيمين بقرية كانسوا على الحدود السورية التركية في ولاية هاتاي سنويا خلال شهر رمضان، وذلك كمبادرة لدعم السوريين ومساعدتهم. خلال هذا العام قدم الرجل التركي مساعدات شملت جميع الأسر السورية المقيمة في القرية. نتابع هذا التقرير ونعود لمحاورة يشار. نحن هنا موجود عندنا في القرية 100 عائلة سوريين، خلاص هن صاروا من قريتنا، ونحن نشاهد الوضع السيء صراحة، يعني وضعهم جدا تعبان في المادية. ونحن هذا شهر رمضان مو فقط الصيام، هنا الفكرة شهر رمضان مشاركة، مساعدة، خير وبركة. وانا جيت من اسطنبول، انا عندي شركة تركت عملي فقط عشان اوزع هذا المساعدات على اخواننا السوريين. يعني نحن كلنا في النهاية بشر، ما في سوري تركي، واذا واحد شاف واحد محتاج وكذا مو فقط ينتظر رمضان. نحن قبل رمضان سوينا زيارات على بيتهم، شفنا شو ناقص في البيت، كذلك سوينا مساعدة. يعني مو شرط نحن فقط في رمضان نسوي هذا المساعدة، رمضان هي البركة، هي الخير، هي الوسيلة، بس نحن لازم نعيش كل الشهر زي رمضان. أنا حبيت هذا الفكرة، واليوم أسوي هذا اللقاء معكم رسالة يكون زي رجل أعمل فيه كثير في قريتنا كده، بس مع الأسف هذا الطريقة مو موجودة، ما يسوون هذه الرسالة. أنا نبي نعطي رسالة يسوون هذا الخير، وهذا خاصة هذا الوقت، هذا الفترة كثير كثير هذا الشيء ضروري. نحن اليوم عمل الإخوان السوريين كلها بالأعمال الزراعية، والأعمال الزراعية هاي الشتوية كانت طويلة، يعني تقريبا شيء 6 شهور العالم قاعدة ببيتها، لا في لا شغلة ولا عملة، عندهم أجارات بيوت، عندهم كهرباء، عندهم مي، يعني كثير متأثرين. وبتمنى أنا من رجال الأعمال الله هيك يزيون الخير، يبادروا ويجوا على هالقرية وغير القرى الثانية كمان محتاجين. ينضم إلينا سليمان يشار عبر سكايب من الريحانية. صباح الخير، أهلا بك سيد سليمان. السلام عليكم، جنايدن، صباح الله، صباح الخير. ما شاء الله لغتك العربية جيدة جدا، هل أنت من أصول عربية أم تعلمت اللغة العربية؟ لا، أنا أصولي تركي، أصولي حتى من سليمان شاه في سوريا. في طبعا نحن عندنا قبرهم كثير في حلب، سليمان شاه. صحيح. جد ابو ارطغرل سليمان شاه. صحيح. الحين مشهور هذا المسلسل، عشان كذا قلت نعم. نحن وصولنا من هنا، وفي عندنا كذلك قريبين في سوريا تركمانين، يعني تركمان. ايوه نحن وصولنا كذا تركي، بس نحن قريتنا قريبه في حدود سوريا هنا. حلو. اول شيء بدنا نشكرك على هي المبادره اللي قمت فيها لمساعده السوريين الموجودين في تلك القريه، بس خبرنا متى بدات الفكره تبعك وكيف نشات هذه الفكره؟ ايوه طبعا انا اول اشكركم لهذا اللقاء. طبعا انا مولود في قريه بس عايش في اسطنبول، عندي هناك مكتب سياحه وعقار. يعني هذه اصلا انا من طفولتي هذا الشيء موجود عندي، احب المساعده، احب المشاركه، بس من قبل مو كان عندي امكانيه، الحين الحمد لله صار عندي امكانيه، وقلت لنفسي هذه امتحان، يعني كيف اذا في ما في شيء هذا امتحان، اذا في الوجود كذلك امتحان اقوى. طبعا يعني عشان كذا دائما انا اقول كذا، مو انا اساعد المحتاجين، في العكس انا المحتاج، انا المحتاج اسوي هذا الشيء. كل امكانيه هذه مسؤوليه. اذا انا الحين ملكت كل الدنيا، راح اعطي حسابه اللي شفته شهادة، كل هذا في حساب. والحين أنا أشوف في قريتنا تقريبا موجود 100 عائلة أخواننا السوريين هنا، ما عندهم يعني شيء، ما في مصانع، ما في شغل يسوون، فقط يعتمدوا على الزراعة. أيوة الزراعة، والزراعة يعني يأخذون يومية جدا بسيط، يعني جدا بسيط. وهذه طبعا
نحن مو فقط في رمضان، الحمد لله في العيد كذلك لبسنا كل الأطفال في القرية مو فقط. طيب سليمان، رح نجي على موضوع المساعدات وما هي المساعدات، ولكن يعني حكيت أنه الفكرة إجت أنه أنت بتحب مساعدة الناس. مين ساعد سليمان اليوم بإحصاء عدد العائلات اللي هي محتاجة بالقرية وسواء بغير القرية؟ مين بلش معك بتنفيذ هذا المشروع أم أنت لحالك؟ يعني طبعا أول نحن في عندنا هنا أبو مرضى، هذا مسؤول من أخواننا السوريين، وكذلك المختار القرية رسميا. أنا طلبت منهم في مين في عيال محتاجين كذا، وعطوني الليست وزرناهم أول، هذا بدأ كذا. بعدين طبعا هذه صرنا نعرف هنا المدير، المدير المدرسة، مختار، ومختار مسؤول من أخواننا السوريين كلهم. يعني كل فترة رحنا نسوي الحمد لله تبرع ونوزع. يعني بتزورهم يعني سليمان، بتقيم الحالة، مثلا في ناس محتاجة لتعليم، في ناس محتاجة يمكن لمساعدة أطفالها، في ناس محتاجة لغذاء، في ناس محتاجة لأكثر. أيوة. من يعني طبعا أنا أصلا عندي شغل كثير في إسطنبول، ما عندي وقت، بس أنا أحب أزور، يعني مو بس أرسل وخلص. أحب أزور، أحب أسوالف معهم، شارك. أجلس معهم. أيوة أشارك، اجلس اشرب قهوة معهم، هذا شيء حلو كتير، هن ينبسطون أكثر كذا. طبعا وهذا الإنسانية أصلا. أنا أمس كنت بالمساء معزوم في عائلة سورية هنا، واحد رجال مثال مقطوع أجره بالحرب، مقطوع أجره، يحتاج بلاتين. شو سوينا؟ على طول كلمت الدكتور وكذا، أخذنا موعد وإن شاء الله راح نسوي له بلاتين لأجره. يعني عشان نحن نشوف الوضع، لازم طبعا ندخل على البيت، لازم تقيم الوضع وتشوف. طبعا طبعا هذا يحسون كده افضل، مشاركه اكثر. طيب بالنسبه للمساعدات، قلت هي ما بتقتصر فقط على السوريين ولكن ايضا الاتراك المحتاجين. طيب ولكن هذه الجهود بتحتاج لدعم ايضا، هل هناك رجال اعمال اتراك يساعدوك بهذه المهمه؟ يعني السنة الماضية صار معي مشاركة شيء بسيط، بس الفكرة يعني في، أنا أعرف رجل أعمال كثير، بس مع الأسف ناس ينسون أو مشغولين في شيء ثاني أو ما أدري. يعني هذه جدا في هذا الشيء في ناقص شيء كثير. دائما أنا أقول أذكر، يعني لماذا الحين برنامج هذا مهم كثير، يعني يمكن يشوفون الحين، يعني نحن لازم نسوي جهود في هذا الخير. وأنا صحيح. طبعا في عندنا اتحاد وكالة سياحة، ونفس الوقت أنا كذلك أذكرهم أقول لهم تفضلوا، يعني مو لازم يشاركوني أصلا، كل واحد إذا ذهب على قريته يشوف الوضع. صحيح. الحين في تركيا كل قريات موجود أخواننا السوريين، في مو فقط أخواننا، في محتاجين كثير يعني. وهذا الشيء نحن نشوف، في أنا دائما أقول في عندنا رجل أعمل كل سنة يزور الحج مثال. يعني صار يمكن 10 مرة يزور الحج. طيب خلاص، يعني أنت إذا الحين عندك جار محتاج، أحسن تزور الحج، تسوي تبرع هناك، توزيع هناك أفضل يكون. يعني نحن تفكيرنا غير شوي. أنا أعطيكم من عادات تقاليدنا، عندنا عادات تقاليد شوي غير. يعني مثال في يسوي عندنا هنا 100 مسجد، يسوون مسجد ثاني. طيب المسجد 100 مسجد فاضي، ليش يسوي مسجد ثاني؟ سوي تبرع، سوي في إذا في عائلة محتاجة يعني سوي شيء. يعني يكون هاي المصاري إلى قيمة بمكان تاني. مثل ما ذكرت كمان سليمان، يعني الموضوع بيحتاج مثل هاي المهام تحتاج دائما لمتابعة وتذكير، لأنه إذا بدك تعود الناس أنك تعطيهم مرة، بدك تعودهم أنك تعطيهم كل مرة، أكيد ما رح تقدر تنساهم، لأنه هن بانتظار هاي المساعدات يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين. نتشكرك كتير ونتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. عفوا، الله يسلمكم، شكرا جزيلا.